الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، درس الليلة درس طويل، ولذلك سنقسمه إلى قسمين، ولن يزيد درسنا في هذه الليلة عن الساعة إن شاء الله، وسنكمل بمشيئة الله الدرس في أو سيتكون المحاضرة أيضا قادمة إن شاء الله عن هذا الموضوع، وسيكون الموضوع يميل إلى الجانب العلمي لطبيعته، ولعلنا سنبدأ بقضية الفقهاء والعلماء قبل أن نتكلم في مسألة مراعاة الأحوال، فنتكلم عن مسألة الفقهاء والعلماء أولا في هذا الدرس بمشيئة الله، ثم نتكلم عن مراعاة الأحوال في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. لا شك أيها الإخوة أننا نعيش في هذا الزمن أمراً عصيباً يتمثل في قيام أعداء الإسلام بتنحية الشريعة عن جوانب الحياة المختلفة، وقد أخذت هذه القضية في هذا الزمان بعداً خطيراً، وتلبست الدعوة إلى تنحية الشريعة عن الحكم في نواحي الحياة بلبوسات كثيرة، ومن ذلك أنك ترى هؤلاء الذين يريدون إسقاط الشريعة عن الحكم في حياة الناس لا يقولون إن الشريعة غير صالحة، ولا يقولون إن الإسلام سيء، فهم لا يسبون الدين أو يتهمون الإسلام صراحة، لأنهم يعلمون أنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم سيسقطون من عيون الناس. فلذلك ترى دعواهم الآن تقول الإسلام دين جميل، الإسلام دين عظيم، الإسلام دين رائع ونحو ذلك، لكن يقولون لكن المشكلة في العلماء والفقهاء والدعاة وطلبة العلم والصحوة والذين ينتسبون إلى الإسلام. وهذه النظرة التعميمية، كل العلماء وكل الفقهاء وكل الدعاة وكل الصحوة وكل من أراد أن يحمل هم الدين، إسقاط هؤلاء هو في الحقيقة إسقاط للدين، لكن نظراً لأن كلمة الإسلام سيء أو الشريعة غير صالحة صار هذا كفراً بواحاً واضحاً، فلذلك الخطة الجديدة تقتضي أن لا يقال هذا الكلام، وإنما يقال المشكلة في جمود فقهائنا، المشكلة في جمود علمائنا، المشكلة في هؤلاء أهل الدين أنفسهم. هذا هو الوتر الجديد الذي يعزف عليه هؤلاء، ولا شك أن هذا سيؤدي إذا أسقطنا الفقهاء والعلماء والقضاة، شن الحملة الآن على الفقهاء والعلماء والقضاة وطلبة العلم والدعاة كلهم، هو في الحقيقة إسقاط للدين، وهذه قضية خطيرة جدا ينبغي أن يتنبه إليها، ينبغي أن يتنبه إليها المسلمون، فإن هناك من يريد شرا عظيما بهذا الدين. وكذلك فإنه يوجد عندنا ثلاث طوائف، يوجد عندنا ثلاث طوائف قد أساءوا إساءة بالغة إلى هذا الدين، ونحن لا ننكر أنه يوجد أناس جامدون ويوجد أناس متفلتون، ولذلك عند الكلام في هذا الموضوع فلا بد أن تراعى مسألة الجمود ومسألة التفلت، لأنهما طرفان، فيمكن أن نقول إن هذه الشريعة قد جنى عليها الجامدون كما جنى عليها الجاحدون، وقد تكلمنا عن الجاحدين في بداية الكلام، ويمكن أن نزيد يعني بعضا من أطروحاتهم قبل أن نتكلم عن الجامدين. أما الجاحدون فإنه قد يصل بهم الأمر إلى التصريح الواضح والصريح بأهمية تنحية الدين، وإن كانوا لا يستعملونه مؤخرا، لكن سبق هذا الطرح في وقت من الأوقات، ومن أمثلة من طرح هذا الطرح محمد شقرون عليه من الله ما يستحق، فيقول إن ضرورة تفكيك الدين من أجل التحرير ضروري لمجال الفكر،
وذلك لإنتاج تأويل علمي عن الاجتماع لم تطرح بصراحة وجرأة في الوطن العربي كضرورة واضحة لممارسة العلم بصفة عامة وممارسة العلوم الإنسانية بصفة خاصة. ويرجع هذا بالطبع إلى غياب حقل علمي يتمتع بكامل الاستقلالية عن الدين نفسه. فإذا هؤلاء يقولون إن وجود الدين عائق عن التفكير وعائق عن الانطلاقة العلمية، وحتى يكون هناك انطلاقة علمية ونأخذ بركاب الحضارة كما يقولون لابد من تنحية الدين. ويقول سعد الدين إبراهيم: نعم، يستطيع مجتمعنا أن يعيش ويتقدم بلا علماء الاجتماع العرب، أما علماء الاجتماع والنفس والإعلام والآثار فيمكن للمجتمع أن يعيش ويتقدم بغيرهم. ماذا يحدث للوطن العربي إذا اختفى كل علماء الاجتماع فجأة؟ والإجابة: لا شيء، سيحدث للمجتمع سلبا أو إيجابا. وقد طرح أحدهم مؤخرا في بعض المقابلات التي جرى الحديث عنها مسألة أن المسلمين يطعنون في الغرب والعيب فيهم، ولكن لا يقول عيب في الدين، يقول الدين جميل والدين متين، ولكن العيب في هؤلاء المسلمين، ويقصد بهم العلماء والدعاة وطلبة العلم هؤلاء جميعا. ولذلك يقول: إنكم رحمك الله، إنكم تضخمون ما عند الغرب من العيوب، إنكم تقولون إن الغرب فيه فضائح جنسية وفي أزمات نفسية وفي إلى إحباطات إلى آخره، ولكنه في الحقيقة هو الذي يمثل الإسلام الحقيقي. يعني وصل الأمر إلى أنهم قالوا إن ما هو موجود عند الغرب هو الإسلام الحقيقي، ونحن عندنا قشور والغرب عنده اللب، ولذلك فإنه ينبغي على هؤلاء الذين يريدون النهوض بالأمة اليوم أن يتركوا الذين يدعون إلى هذه الشريعة على الطريقة القديمة، ويسمون الذين يتمسكون بالدين تارة نصوصيين وتارة شفهيين. ما معنى شفهيين؟ يعني يقولون إن القضية عندهم قضية خطابة وتسميع وحفظ، شفهيين، لكن ما عندهم قضية تجارب، وليس عندهم قضية المختبرات، وليس عندهم قضية العلوم التجريبية وهكذا. وأحياناً الكلام قد يكون فيه جزء من الصواب، ولكنه يراد به إسقاط الكل، إسقاط الحق بالكلية.